الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ومن الخيار خيار الخيار تدريس لتغيير في صورة سلعة الإنسان. هذا هو للشرطة مصارحة المخالف لقوة الإيمان، أن يخير المشتري لربه أو يأخذ الأرش بالحسبان. نعم، هذا خيار يقال له خيار التدليس، وهو مأخوذ من الدلسة أي الظلمة، وهو فقها تغيير صورة المبيع تدليسا، يعني خداعا وغشا، فيغير لك صورة المبيع كأن تكون سيارته تسرب الزيوت من أسفل، لكن قبل أن يعرضها يغسل زيوتها، فهو يعرض سلعته في صورة غير صورتها الحقيقية. ويمثل عليه الفقهاء سابقا بتسويد شعر الجارية، فهي جارية كبيرة السن شيبة الشعر، لكن إذا باعها بشعر أبيض لا يشتريها أحد، فهو يسودها، فهو يعرض السلعة في غير صورتها، فهو يدلس تدليس، يعرض السلعة في غير صورتها الحقيقية. قالوا: وكتحبير أصابع الغلام، فإذا جاء يبيع الرقيق فقد كان معرفته للكتابة ترفع قيمته، فقد كان الناس لا يعرفون الكتابة، فإذا رأوا غلاما يباع في السوق وفيه حبر على يديه فإنه يوهمهم أنه غلام كاتب، أو يوهمهم بأن السيارة نظيفة ما تهرب الزيت، ولذلك لا يجوز هذا أبدا. وقبل أن يبيع الإنسان الدار فإنه يأتي بالبناء ليلطس أماكن الشقوق والتخرقات فيها ويخفي عيوبها، فإخفاء العيب تدليس، والتدليس يوجب الخيار. فإذا أخذ الإنسان الجارية التي اشتراها بعشرة آلاف ثم اغتسلت عنده وذهبت صبغة شعرها وبان شيبها، فإنه مخير بين أمرين: إما أن يردها جملة وتفصيلا ويأخذ ماله، وإما أن يذهب له ويأخذ قيمة فرقها بين كونها شابة أو عجوزا. وقيمة ما بين السلعتين يسميه الفقهاء الأرش، فالأرش هو فرق ما بين السلعة قديمة وحديثة، أو فرق ما بين السلعة معيبة وصحيحة. فإذا كان الفرق بينهما 3000 فيجب على البائع أن يرد للمشتري 3000. فهمت؟ إما أن يرد السلعة في قوله فيخيرن المشتري في رده، هذه الصورة الأولى، أو يأخذن الأرش. الأرش هو فرق ما بين السلعتين معيبة وصحيحة، وهذا من باب إقامة ماذا قال؟ من باب إقامة العدل ورفع الضرر عن المتعاقدين.